خلونا بقى نروح لأسطورة المصارعة المصرية بل والعالمية كرم جبر اللي عاد بعد الاعتزال وشارك بمنتهى القوة في بطولة العالم للرواد اللي بتستضيفها اليونان ويتوج في نهاية المطاف بالميدالية الذهبية بعد ما فاز على بطل كازاخستان عدم تكافؤ بنتيجة 10-0 ليثبت كرم جابر للعالم كله إنه النجم الأوحد خصوصا بعد فوزه بهذه البطولة بعد رجوعه من الاعتزال. طبعا احنا كلنا فاكرين ان كرم جاب يعني كان رفع رايتنا عاليه خفاقه فهو صاحب الميداليه الذهبيه في لعبه المصارعه في اولمبياد اثينا 2004 وايضا الميداليه الفضيه في اولمبياد لندن 2012. تعالوا نتكلم اكتر ونتعرف عن هذه الكواليس والتفاصيل عن بطلنا بعد عودته من الاعتزال مع الناقده الرياضيه فاطمه التبعي اللي منورانا على التليفون. استاذه فاطمه صباح الفل عليكي واهلا بيكي معانا في 10 الصبح في الاهلي. صباح الفل ودايما كده مع بعض في البطولات والانجازات. يا رب يخليك اهلا بيكي منورانا. وعايزين بقى نعرف منك يعني ازاي شفتي عوده كرم جابر طبعا بعد الاعتزال ومشاركته في بطوله الرواد وتتويجه بالميداليه الذهبيه في مفاجاه مدويه للعالم كله. يعني يمكن كرم ده مش جديد عليه، ده الطبيعي بتاعه والعادي بتاعه زي ما احنا بنقول دايما. هو بعد اثينا في 2004 غاب شوية عننا وما كانش موجود في بكين وفجأة في 2012 أحرز الفضية وكانت وقد تكون ذهبية كمان لأن هو كان اتغلب بخطأ تحكيمي مش بخطأ منه فكان هي كمان يعني توج بميداليتين بميدالية ذهبية بعد بميدالية فضية بعد غياب 8 سنين طبعا. ودلوقتي بعد 7 سنين بيفاجئنا تاني بعد ما اعتزل خالص واتجه للفن واعمال حره بيفاجئنا تاني وبيرجع يستعد شهر واحد بس يعني هو عسكر في المركز الاولمبي قبل البطوله بشهر. طبعا ويا ترى في مساحه انه يفاجئنا مره ثالثه باولمبياد باريس وتحقيقه لميداليه جديده في الدوره الاولمبيه القادمه دي؟ والله دي المناشدات اللي بيناشدها له كل الناس على الفيسبوك من ساعة ما وكل مواقع السوشيال ميديا من ساعة ما أحرز ذهبية الرواد. طبعا كرم 44 سنة ويعني ما فكرش في العودة دي دلوقتي، لكن بعد الميدالية الذهبية في الرواد الناس كلها بتطالبه بكده، حتى اتحاد المصارعة برئاسة الأستاذ عصام نوار أرسلوا له فعلا وابتدوا يتصلوا بيه ويخاطبوه إن احنا عاوزينك تشارك، احنا عندنا بطولة أفريقيا المؤهلة لباريس هتكون في إبريل هنا في القاهرة إن شاء الله في إبريل اللي جاي، فكلهم بيطالبوه إن هو يشارك في البطولة عشان يتأهل لباريس. أنا لسه ما تواصلتش معاه حقيقة عشان أعرف رده إيه، بس هو خلال ساعات هيحسم الرد يعني بمجرد ما يرجع من اليونان، ف نتمنى ان هو يختار اللي فيه الخير ليه، مش عاوزين نضغط عليه. هو عارف اكتر المنافسه ماشيه ازاي والاوزان بقت عامله ازاي بعد اعتزاله، ولازم نديله فرصه يدرس الموقف كويس قبل ما ياخد قراره. استاذه فاطمه انا عندي سؤال بس عايزاكي تساليه له بعد اذنك لما تكلميه، وهي حاجات حتى او اسئله كانت امبارح مطروحه تحديدا انا قريتها كمان من الناس، ازاي ممكن لبطل وبطل في حجم كرم بعد فتره غياب بهذا الشكل، وزي ما احنا تابعنا وقلت لنا واكدت لنا المعلومه ان هو فعلا اتمرن فتره قصيره جدا تكاد تكون شهر، ان يعود بهذه القوه وبهذه يعني خلينا نقول اللياقه ويحقق كمان الفوز بهذا الشكل او البطوله، فيعني دي معادله صعبه مش سهله، فانا عايز اعرف بالظبط ازاي ده حصل، وبعدين يبقى لينا مداخله اخرى طبعا مع حضرتك لان طبعا الموضوع لا هو سهل ولا هو بسيط ولا هو متكرر عشان حاجه زي كده برده تبقى طبيعيه ان احنا نسمعها طبعا يعني. ما هو ده اللي اعتدناه من كرم جابر، يعني حضرتك كنت بتسألي سؤال قلتي بطل وهو فعلا بطل. صحيح. الروح والإصرار والإرادة اللي جوه كرم جابر مش موجودين في ناس كتيرة قوي دلوقتي، وبنتمنى إن الناس تحتذي بيه ويكون قدوتهم فعليا. كرم يمكن واجه مشاكل كتير وواجه سوء إدارة كتير، يمكن سبب اعتزاله أصلا كان إيقافه بسبب إبلاغ مكانه غلط من قبل الاتحاد. صحيح. للجنة المنشطات، يعني ما كانش بإيده. صحيح طبعا كلنا تابعنا حادث كان مهم لكن جدا. لكن هو ما فيش أي حاجة وقفت قصاده طوال السنوات الماضية، يعني طول الوقت هو كرم جابر، وقت ما بيوقف بيوقف، وقت ما بيحب يرجع بيرجع بطل وبيرجع بميدالية وبيرجع بإنجاز. يعني ده صحيح. إن هو يفوز على كل الأبطال اللي واجهوه اللي فيهم اصغر منه سنا، وفي وعلى فكره كلهم ما زالوا بيلعبوا ما توقفوش عن اللعب تمام اطلاقا. صحيح. كلهم بعدم التكافؤ وبالنتائج الكبيره دي، يعني صحيح. هو في اول مباراه فاز على بطل امريكا في 33 سنه.
ما شاء الله مع فارق طبعا السن. ما كل ده يعشمنا بقى ان احنا مستنيين تكون اجابته ان شاء الله بالموافقه والمشاركه في باريس 2024. احنا عندنا ابطال استثنائيين بكل ما تحمله الكلمه من معنى. بنشكرك يا استاذه فاطمه جزيل الشكر على وجودك معانا.